خلينا نطمن المتابعين بخصوص الميزة الجديدة اللي هي انطلقت النظام الصحي أو التأمين الصحي. الحقيقة هو هذا موضوع التأمين الصحي موضوع ده تشتغل عليه الدولة وبشكل جاد، وهو مشروع يعني قيد الإقرار بشكل نهائي في مجلس النواب، يعني إذ لربما يحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة أثناء التطبيق وما إلى ذلك. هو يعني هذا راح يفيد المجتمع ككل بغض النظر عن طبيعة الشريحة الاجتماعية، لأنه هذا راح يأخذ فد مبالغ بسيطة من الموظف أو المتقاعد أو الضمان شهرية. أي واحد مشمول بالضمان الاجتماعي مبلغ بسيط، بعدين الدولة تكون مسؤولة عن أن تأمن له العلاج كامل الوصفة مجانا، أو بعض الأدوية اللي ما مشمولة اللي هي تكون مثلا تكون تكميلية أو يعني مسائل غير ضرورية، يعني مو ما تعالج أمراض معينة، إذ لربما هاي مو تكون على حساب المريض، يعني كانت تكون كماليات أو كوزماتيك أو ما إلى ذلك. هاي بالتأكيد يعني الدولة ما راح تشمل هذا الموضوع. فالتأمين الصحي ترى هو موجود يعني بهواي دول العالم، يعني هو تجربة مطبقة بدول العالم، وإن شاء الله يعني راح تطبق عندنا. فمن تطبق ماكو واحد راح يكون يحس بهذا الموضوع، وايضا راح تفيدنا بموضوع اخر، انه هاي يمكن حضرتك احنا تداولنا بالكواليس بهذا الموضوع، انه هاي الموضوع الديلات او التعاملات الجانبيه اللي راح تكون بين الطبيب والصيدلي والمختبر وما الى ذلك، هاي كلها راح تنتهي عندما يكون هنالك تامين صحي، لانه الجهات اللي مشموله بالتامين الصحي راح يقدر ياخذ وصفته من اي مكان، لانه راح تكون مدعومه. وهاي بالتاكيد التامين الصحي راح يكون له دعم كبير من الدوله، وراح يكون بمبلغ رمزي. وإن شاء الله هذا المشروع